نادي نادي لحظة لحظة نادي نادي أول ما وحيت ابني قبل ما تحكي عرفت بدك تعلق على التيب شو بدي علق نادي لحظة شو بان خيي لا بجن بس أنا بدي أقول لك سؤالي أنا شفتك أول ما جيت تلبس زكاة جلد مثل ما هي قلت لي لا ما طاط الهاب مش طالع مثلها قلت لي مش طالع فيها بس ما قلت لي طالع بهيك إشي حلو يا لاد بدك تفخت أنت وهذا أنا بس أسألك شغلة فاشن فيكتم هاو توفقت فيهم بالبلاك فرايدي انتبه في قصص بتقرف بالبلاك فرايدي بدك تكون مزوي وتعرف تنقي بتلاقي قصص هذاك بيضحك هي هيدا بولينج والله العظيم ما بتفهموا بالذوق وحياة رب حلوين ولا لا بجننوا ليوبار ليوبار البنطلون هو ليو ميسي ضارب شوية على ليوبار ليك حبيبي هو شفتهم أنا قبل عجبوني ايه. بس كانوا طالبين فيهم 10 دولار ما راح أدفع 10 دولار وضع البلد على كف عفريت يعني ايه. أنا يا صبي شو نطور بلاك فرايدي ايه. عملوا عليهم 80% صاروا ب 17 دولار كيف؟ ما هيك بلاك فرايدي عنا أنت شو مفكر يعني بيطلع على 30؟ إيه هلا رحنا الشينية هون معلم هاي بس تخبرك هاي القميص هيك القرق يا الله هاي القميص عم تضحك عليها إيه؟ هيدي بدك تعتبر وصفها الحكيم يعني هيدي طبية ايه ليه؟ بيصيروا رويك زهر لأنه سريعة الاشتعال نو واي تدخن إيه؟ بيضلك طفل إيه؟ طفل يعني أما بخصوص الصباط مش بوجهك خي هشام شف لي ما القطعة اف اف مش هالقطعة الحلوة إيه؟ هلأ ليك هيدا بيعطوك معه كتالوج تتعرف الصنع مش مثل الصباط اللي أنت بدلك رايح فيه هيدا بك تحطه بجاط مع مي عم تغلي إيه؟ بتحط له زعفران وشوية رومارين ليه؟ من شان الزفرة لأنه معمول من جلد البزاء شم ريحته بدك تنطفه يعني ضحك بدك تنطفه يعني بس عن جد توفقنا هشام توفقت رحت أنا وعائلتي توفقت بكذا شغل يعني أنا ابني كنت وعده أنه على 18 بدي طلع له من الشركة تلفزيون 18 إنش ايه زيرو مش ماشي يعني ايه هلا صاروا ينقوا كذا من وراء اصحابه ما اصحابه رحت على السوق توفقت له بواحد 6 7 انش بس اسود وابيض زعل جبت له علبه تلوين بلونه عزوقه يعني بس انه زبطت له الحال يعني وعلى الستريس هلا ايام الحرب وكذا معلم عم بهر شعري ايه طلع في واحد حكيم بيزرع شعر عامل كمان بلاك فرايدي ايه رحت لعنده ضارب من فوق شيء اكيد محرم دوليا اقوى من قبل المضيئه بعد ما يكون عندك شعر يحسك انه شعرك فاضي يعني ودغري قال لي بدك 5000 بصله ايه انه ليه 5000 على قد فسر لي انه فيك تعدهم اذا ما انك مأكد يعني إيه؟ عشان تجيب بكره مكنه بتعد المنيح بتكب المقصف يعني كيف بدي اعد وقال بنشيل من هون لانه من هون عبايه بنشيل 2005 ب 2005 بنحطهم هون تيسيروا منيح قلت له بس هول بخف وقال لي ما عندنا غير حل منين بدنا نشيل في مطار كثير في يشيل منا لو فريزي بنعمل لهم ليست تكلي هون كيراتين تطورت القصص يعني حتى تعملوا كده وشو الحلو حسيته نقزني بالموضوع قال لي وليك وانا ما رح خبر حدا انه زرعت لك وما حدا بيعرف وانت ما تقول قلت له ليه انه بعد ما شرعوها زراعه الشعر يعني ما فهمت ليه ما بدي خبر وخمسة آلاف شعره ب5000 دولار انه بدل ما يحمسونا نزرع ركة وبقلية وما بعرف شو على البلكينك انه نزرعنا شعر توفقنا فيهم مصاري الله شيكو مهم معلم فلينا من عنده مارتي عشوم وحمة بدها مشيت ارماس اوكي منستفيد يعني فيها طلعت على تيك توك شفت محل مبين من الاخر الزلمة كله براندات وهيدا دورنا رحنا لعنده بتوصل لعنده اكيد هول تهريب وبلا جمرك يعني وصلنا لعنده ممنوع تصور تحط تليفوناتك بنبشوك كذا فتنا بنص الواجهة دغري حاطت مشيت ارماس فرجيتها اياها قالت لي نووي باينه تقليد يا عم اسمعي اشاعي ولا يمكن انه لو سعرها منيح نووي تقليد قالت لي طلع يا غشيم الاش مينيسكول عملها قلت لها انه ماشي الحكا اذا ما كنت تقتني بالاخير فسرت لها قلت لها ليه انت معلمه لو هيدي المشيه باول الفترين بتكون بس النص عادي بتقطع عامل مشيت ارباز يمكن اكيد كوبي دي ايه كوبي دي نعم ها
هلا كله بيقطع معلم اول الفترين كانت فاجسكي خي ايش بدنا نسقف كمان انا مرتي معلم بس انه ما كانت كثير شاطره اكيد بكون ما ركزت بكون ما ركزت ايه ومن القصص اللي استفدنا منها كمان بالسوبر ماركت السوبر ماركت عن جد عاملين بلاك فرايدي عاملوا بلاك فرايدي والله العظيم ايه يعني انا جبت شروه كبيره كثير مبيد للحشرات كان بستة دولار صار بدولار بس قربت تخلص متو يعني قالت لي انا هذا ما برش منه خافت يتسمم الصراصير او شيء يمكن مارتن فكره البايجون انتيبيوتيك يعني تاكد انه مارتن اذا شافت كرتايله على الحيط قبل ما ترشها دواء بتعطيها حمايه للمعده قبل بنص ساعه